عبد الله بينقلها كرة قريبة عند رعد. شوت فتحي. هادي احمد وسعد الحوطي توصل ناحية الشمال ياخذها جاسم يعقوب. اوه الله طق بوك على عينها. 60 دقيقة من زمن الشوط الاولاني والنتيجة ما زالت واحد. فصاخة طرابلسي ما لعب سعد الحوطي ياسم يعقوب. الله الله حصلها وليد الجاسم. سير مسبح فاول مدافع توصل لعادل خضير لنزار اشرف. لكن في فاول على فاول والله ما يشوف مصطفى الظاهر ما راح يقدر. تنقطع توصل خطا يدها طرابلسي. عبد الله معيوف لازم يتبدل. عبد الله معيوف لا في المباراه. سعد الحوطي عبد الله معيوف. اثنين العراق لا شيء الكويت. الى هادي احمد عبينية وخطرة تعدي من الطرابلسي وكرة ملعوبة توصل الى نعيم سعد مرة ثانية. نعيم بيلعبها حطها حطها في ايده حلوة. ناصر اللعب حلوة حلوة. جاسم بيرسلها انما رعد حمودي يطلعها برا. شوف هذا جاسم يعقوب على الطاير بيحطها لكن رعد كسر الدخيل. جاسم يعقوب جاسم بيلعبها بتضرب بعيد المدافع بيحطها ضربة جزاء. شوف جاسم يعقوب بيحطها بتضرب ضربة جزاء جول جول بيسجل جاسم يعقوب من ضربة جزاء في الدقيقة 24 في الدقيقة 24 جاسم بيسجل الهدف. جول فيصل الدخيل لعبها لبلوشي. اوه في حطها بلوشي بيطلعها رعد حمودي. بلوشي الزاوية البعيدة المفروض يحط. ناصر الغانم اللعب توصل وبشوت ترجع مرة ثانية. الله بشوت دبل كيك بشوت دبل كيك بشوت دبل كيك وبيشترك معاه مهاجم والحكم بيوقف اللعب. واخر ربع ساعة من زمن الشوط صعب رعد في المباراة. علاء بيعدي تنقطع توصل لفتحي كميل. فتحي بيعدي فتحي كرة معاه يلعبها لمحمد كرم. كرم ينقلها تلعب الراس جول. الله جول لمنتخب الكويت الوطني. كرة ملعوبة فتحي صلاحها ولعبها ناحية شمال. شوف توصل لناصر الغانم. ناصر الغانم سقطها على رعد حمودي. جول جول ناصر الغانم في الدقيقة 34 في الدقيقة 34 هدف ما كان متصور لناصر الغانم اللي نزل في الشوط الثاني. ناصر الغانم لعبها براسه ياخذها نعيم سعد. جمال يعقوب بيطولها قدام حسن فرحان ياخذها عبد الله بلوشي. فتحي كميل
وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيدور على جازم بيدور على جازم جول 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 الله اكبر جول مو معقول فتحي جميل وجاسم يعقوب مو معقول جول 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 كره منتخب الكويت الوطني بيسجل فتحي يعطي جاسم في الدقيقة 37 ما فيها شيء راح الحمود رايح لمساعد الحكم والحكم بيصفر جول الحكم بيصفر جول في الدقيقة 37 في الدقيقة 37 وبيعد الحكم جول 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 يعقوب بيسجل الهدف الثالث 3 منتخب الكويت الوطني 2 المنتخب العراقي حصلها دخيل لفتحي كميل كرة مع فتحي بيلعبها لناصر الغانم يا سلام ناصر الغانم فصل الدخيل والدخيل كرة معه بيعدي منه الدخيل فصل ناصر الغانم فصل الدخيل فيصل انه ما بيحطها فيصل بتروح كرة فوق العارضة 2 منتخب العراق كرة ملعوبة طويلة محبوب ونعيم سعد بيبعدها وبيطلعها تطلع كرة برا ملعوبة ويصفر حكم المباراة مبروك الكويت مبروك للشيخ فهد احمد رئيس الاتحاد الكويتي ومبروك لكل الكويت هذه النتيجة منتخب الكويت الوطني دخل تصفيات موسكو منتخب الكويت الوطني مغلوب 2-0 بعدين 3-2 في استاد الشعب الدولي في استاد الشعب الدولي منتخب الكويت الوطني 2-0 الشوط الاولاني مبروك للاتحاد مبروك للجميع مبروك لمنتخب الكويت الوطني هذه النتيجة 3-2 3-2 الكويت الوطني 2 منتخب الله الساعة 5 ان شاء الله راح يوصل منتخب الكويت الوطني راح يوصل الى ارض الوطن سيداتي احلساتي سادتي مبروك للشيخ فهد رئيس الاتحاد